تتملي بحضورك يا رب. سفر حجي قلنا هياخد مرة أو مرتين، دي سادس مرة، ونأمل أن نعرف نخلصه النهاردة إن شاء الله. نلخص بسرعة كده في 5 دقائق اللي فات وناخد الجزء الأخير في رسالة حج. عرفنا أن كلمة حج معناها عيد أو فرحة. ده واحد اتولد في السبي لما شعب إسرائيل كانوا في الأسر، وعرفنا أن شعب إسرائيل في تاريخ حياتهم مروا بمراحل كتيرة، ابتدت من أبونا آدم عصر اسمه عصر البطاركة، لغاية ما وصلنا للأباء الكبار اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ودول قلنا لو تفتكروا كانوا قبل المسيح بكم سنة؟ ها مين شاطر؟ 1000. مين يزود؟ 1500. مين يزود؟ 2000. 2000 أبونا إبراهيم 2000. يبقى نحط كده من فوق أبونا آدم والأباء البطاركة عند أبونا إبراهيم 2000 قبل المسيح. وبعدين أبونا إبراهيم إسحاق يعقوب، ربنا إدى الوعد لأبونا إبراهيم وقال له حديك الأرض بس مش دلوقتي، لسه الشعب حدلهم فرصة، برغم أن كان شعب العماليق والمنطقة دي اللي في فلسطين كانوا صعبين جدا، حديهم فرصة 400 سنة يتوبوا. في 400 سنة دي كان أبونا إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، ويعقوب اتغير اسمه لإسرائيل. إسرائيل خلف 12 ولد، منهم واحد وإخواته حسدوه ونزل مصر اتباع كعبد، اللي هو مين؟ برافو عليكم. يوسف لما قعد في مصر عارفين القصة ازاي انه اتظلم ودخل السجن، لكن ربنا سنده وطلع من السجن هو حاكم مصر او الحاكم الثاني لمصر. فلما حصلت المجاعة طلب عيلته اللي هم كانوا ساعتها في حدود 70 واحد، نزلوا قعدوا في مصر، قعدوهم في الحتة بتاعت جسان او ارض الشرقية دلوقتي نواحي السويس والاسماعيلية والحتة دي، قعدوا 430 سنة في مصر. في الوقت دي نزلنا من سنة 2000 بقينا تقريبا بقينا في سنة كام؟ 1500. ما خلوا بالكم قبل المسيح السنين بتقل، ف2000 أبونا إبراهيم، 1500 تقريبا بقينا في حدود مين؟ موسى النبي. 1500 جه ربنا زي ما سمعنا النهاردة في أعمال الرسل، قال لموسى النبي إيه؟ سمعت أنين شعبي في مصر ونزلت لأخلصهم. بس بعد كم سنة؟ 430 سنة. الشعب كان يعيني بإن احنا نتمنى ان ما ناخدش الوقت ده اليومين دول. 430 سنة ربنا بعت موسى النبي، خلص الشعب، خرجوا من ارض مصر، قعدوا في برية سيناء 40 سنة تاهوا نتيجة انهم تذمروا ورفضوا يخشوا ارض الموعد وشكوا في وعود ربنا. وعرفنا زي شعب اسرائيل في مصر في خلال 400 سنة دول تضاعف عددهم من 70 لغاية كام؟ مين يزود؟ وصلوا في خلال 400 سنة في الحتة بتاع الشرقية دي على الحدود السبعين، في 400 سنة 70 فرد بقوا كام؟ 2 مليون. فخافوا جدا منهم المصريين، لأن أي حد نازل من فوق سبيشالي الوقت ده كان فيه الهكسوس وكان الفرس ابتدوا يشدوا حيلهم، كانت الدنيا يعني في الوقاسف الهكسوس، وكان الفترة دي بقى ابتدت تنمو الممالك في الشرق الأدنى، وكان خافوا جدا المصريين ان اي حد نازل في كتلة بشرية ضخمة موجودة على حدود مصر. فابتدى فرعون يضطهدهم، وكانت طريقة الاضطهاد قال لك نموت الأولاد ونحتفظ بالبنات عشان يخدموا في المصريين. خدنا الكلام ده كله وعرفنا ان هم تحولوا من واحد اسمه إسرائيل اللي هو ابن إبراهيم وإسحاق إلى عيلة اسمها إسرائيل 70 واحد تقريبا، نزلوا قعدوا في مصر كم سنة؟ 430. اتحولوا من 70 واحد لكام؟ فوق 2 مليون، تقريبا 600,000 رجل حرب، يعني اللي هو من 30 لـ50 سنة. وبعدين طلعوا تاهوا في برية سينا 40 سنة. وعلى فكرة ليه تاهوا في برية سينا 40 سنة؟ لأنهم تذمروا على ربنا. عشان كده لو تفتكروا هم تاهوا الأربعين سنة بعد ما عدوا إيه؟ البحر الأحمر. عدوا البحر الأحمر اللي هو كان رمز الإيه؟ المعمودية. راحوا دخلوا على مش أرض الموعد، بعد المعمودية دخلوا على فين؟ أرض سينا. سينا دي عبارة عن صحراء قعدوا فيها كم سنة؟ وبعدين راحوا دخلوا فين؟ من هنا نقدر نعرف ليه المسيح قال على نفسه من مصر دعوت ابني. المسيح هو إسرائيل الجديد. دخل البحر الأحمر، المسيح البحر الأحمر اللي دخله اللي هو كان إيه؟ الأردن. وموسى النبي اللي شق البحر كان مين؟ المسيح. بس المسيح ما شقش البحر، المسيح شق إيه يوم المعمودية؟ إيه اللي تشق يوم المعمودية؟ السماء، انشقت السماء. وبعدين طلع بعد المعمودية
ما ابتداش الخدمة، طلع بعد المعمودية قضى فترة قد إيه؟ 40 يوم. فين؟ في الصحراء، في البرية. ليه؟ عشان يقول أنا إسرائيل الجديد، أنا بقى اللي حوريكم النظام كان المفروض يتعامل إزاي. بعد كده هو دخل وبقى أرض الموعد، وعرفنا إزاي في أرض الموعد كانوا شعب، قال قعدوا كمان 400 سنة شعب، إخوات مع بعض، كل واحد واخد حتة قاعد فيها، يقوم عليهم أمة يتجمعوا، ربنا يبعت لهم زي قاضي أو حاكم يجمعهم ويحاربوا وينتصروا، وبعدين يرجعوا ينسوا ربنا تاني. وكل واحد مشي بدماغه في الفترة دي اللي اسمها فترة القضاء. عرفنا بعد كده ان قالوا لا مش هينفع، احنا عايزين مملكة زي الممالك اللي حوالينا. اختاروا مملكة او عملوا مملكة، وكان فيه عبارة عن 3 ملوك، كل ملك خد 40 سنة. اول ملك كان شاول، تاني ملك كان داود، تالت ملك كان، برافو عليك، وكل ملك واخد كم سنة؟ 40 سنة، عشان ما ننساهاش، كل ملك ملك 40 سنة. في طبعا تفاصيل صغيرة بس يعني مش هنقولها دلوقتي. والمملكة اسمها مملكة إسرائيل الموحدة. بعد سليمان اتخانقوا مع بعض فتقسموا مملكتين، وكل مملكة بقى لها ملك لوحده، وبقوا يحاربوا بعض. عشان كده امبارح لو تفتكروا في إنجيل السامرية كان في مجموعة اسمها مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، وفي مجموعة اسمها مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. علشان كده هو لما جت السامرية تكلم المسيح، لو المجد المسيح يكلمها قالت له زي بتكلمني واحنا ايه؟ انا سامرية وانت يهود، والاتنين ما بيكلموش بعض. ليه ما بيكلموش بعض؟ لان كان بينهم مشاكل، بينهم عداوة، لان اتقسموا على بعض وعملوا مملكتين. وبعدين لان المملكتين ما سمعوش كلام ربنا، كانوا متخيلين ان بدل عندنا الخيمة، بدل عندنا الهيكل، بدل عندنا الشريعة، ربنا عمره ما يسيبنا. وعلى فكرة هذا الفكر موجود عندنا احنا اليومين دول، الحمد لله احنا مسيحيين، احنا احسن ناس في الدنيا، عندنا ايه؟ عندنا الكنيسة، عندنا الصيام، عندنا كل حاجة كويسة، المفروض ما يبقاش عندنا تجارب. ليه؟ اصل احنا اولاد ربنا. لا لا، مش عشان عندنا الكنيسة وعندنا القداس وعندنا الاسرار وعندنا الحاجات دي كلها، لازم نسلك بامانة، لازم نسلك بامانة قصاد ربنا، لازم يبقى فيه توبة. ربنا ما بيرضاش بالهيكل المغشى بالذهب، لكن القلب المنكسر والمتواضع هو ده اللي ربنا لا يرزله. لكن الهيكل لو مليان بالذهب وما فيهوش توبة ممكن ربنا يرزله، بدليل ان الهيكل الكبير ربنا قال لهم هو ذا بيتكم يترك ليكم ايه؟ يترك ليكم خراب. فالشعوب اللي حواليهم ابتدوا يضغطوا عليهم، وده اللي احنا فيه اليومين دول، ابتدت الشعوب يضغطوا عليهم. الناس بدل ما يعرفوا ان احنا عشان نقف قصاد الشعوب اللي حوالينا ما ينفعش نمشي بطريقتهم، ما ينفعش نمشي بطريقتهم. السلاح ما يقفش قصاده سلاح، القوة ما يقفش قصادها قوة، الشر ما ينفعش يتغلب بالشر، لكن لا يغلبك الشر بل اغلب الشر بايه؟ بالخير، هو ده اللي يغلب. المهم يعني ما سمعوش الكلام، فكانت النتيجة ان البلاد اللي حواليهم ضغطت عليهم وغلبتهم وهدمت سواء السامرة أو أورشليم. ومش بس هدموا أورشليم، كان طلعت مملكة قلت لحضراتكم ليها مملكة بابل اللي هي دلوقتي في الحتة بتاعت العراق وإيران. الحتة دي ملك بابل بقى كان طلع وشد حلو خالص، وبقت مملكة بابل بتعاند مملكة مصر. كانت مصر في الشمال قوية جدا زي مثلا أمريكا دلوقتي، ومملكة بابل طلعت في الغرب زي روسيا، بقوا قوتين عظميين. الممالك الصغيرة اللي في النص كل واحد عشان يضمن حمايته بقى يسأل نفسه سؤال، أنا مع بابل ولا مع مين؟ ولا مع مصر؟ لازم تختار لك حد تسند عليه. فشعب إسرائيل ابتدوا يقولوا إحنا نبقى مع بابل ولا نبقى مع مصر؟ فربنا ابتدى يبعت لهم الأنبياء، أنت لا قوتك بابل ولا قوتك مصر، أنت قوتك مين؟ أنا. ما تخشش في تعاقدات مع الناس دول وتخش في بيزنس معاهم، أنت مختلف عن الناس. المهم يعني مملكة بابل، مصر اتحدت مع أورشليم، فراحت مملكة بابل نازل عليها خبطة مصر، خبطة أورشليم، وحصل حروب كتيرة يعني، وهدوا أورشليم وهدوا الهيكل، وخدوا الشعب إسرائيل أسبياء، يعني خدوهم أسرة، ربطوهم وخدوهم بعد عنكم مجرورين عندهم في بابل، وابتدوا يعيشوهم في بابل، غيروا أساميهم، نسوهم أساميهم، وغيروا لهم شغلانتهم، وجم على أورشليم هدوها مسحوها بالأرض. والبيوت اللي باقيه اللي فيها الناس الكبار اللي ما قدروش ياخدوهم، عشان لو خدوهم ممكن يموتوا في السكه، فراحوا جايبين ناس بلطجيه، بمعنى كلمه بلطجيه، مقعدينهم مكانهم عشان لو حبوا يرجعوا
ما يعرفوش. قعدوا في السبي ما يقرب من 50 لـ70 سنة. في الفترة الصعبة دي، الأيام السوداء دي، اتولد حج النبي، وربنا قال لهم ما تزعلوش، بدل توبته وبدل عرفته ان الله حق، انتوا مش شايفين ان الرجوع صعب، لا هرجعكم، ومش شايفين ان اورشليم بقت خراب، لا هترجع تاني، ومش شايفين ان الهيكل بتاعي اتسلم للامم، لا هتاخدوه تاني، بس اعرفوا ان بيتي ما بيتبنيش بالذهب والفضه، بيتي بيتبني بايه؟ بالتوبه والصلاه، بيتي بيت صلاه. فعلا اللي ربنا قاله اتحقق اليوم من خلال الانبياء اللي اسمهم انبياء السبي. من ضمنهم نبي كان اسمه حجي، حجي اتولد في الفتره دي في السبي، وربنا استخدمه وقال له الشعب هيرجع. فعلا مملكة الفرس، مملكة بابل وقعت، وجي بعدها مملكة الفرس اللي هم جولنا مصر بعده كده، وجم بعديهم الجريك وبعديهم الرومان. لما جم بقى مملكة الفرس طلعوا قرار اللي عاوز يرجع أورشليم يرجع، وهنديكوا كمان تصريح ببنى الهيكل لو عاوزين. الناس، في ناس كانوا بقى استقروا بقى لهم 50 سنة، قالوا لا مش هينفع نرجع، ولادنا كبروا، عندنا بيزنس، مش هنقدر. وفي ناس قالوا يا سلام ده ما صدقنا هنرجع. رجعوا، لما رجعوا حطوا أساسات الهيكل، وبعدين لقوا فيه شوية مضايقات، فكل واحد ساب الهيكل، وكل واحد بص على ايه؟ على نفسه. فربنا راح بعت حجي وقال له يا حجي روح للشعب وقول لهم هذه الرسالة. ده ملخص للست مرات بتوع السابقين بسرعة، عشان لو في حد أول مرة يحضر معنا. الإصحاح، سفر حجي هو إصحاحين صغيرين، 3 ورقات بالضبط. الإصحاح الأولاني ربنا بيقول للشعب اختار لك قرار من الاثنين، لأن الشعب بعد ما حطوا الأساسات رخرخوا، ما بقوش يبنوا الهيكل، كل واحد بص على فين؟ بص على نفسه. فكان الإصحاح الأولاني أنت هتعيش حياتك ليه أو إزاي؟ يا إما تبني، يا إما تبقى نيوترال أو سلبي، يا إما تهد. أنت هتاخد أنهي قرار؟ فالشعب أخدوا أنهي قرار؟ إن هم يبنوا. أنتوا لو شفتوا العالم النهاردة هتلاقوا كل العالم هو عبارة عن 3 أسئلة دول. هتلاقوا في بلاد بتهدم، وبلاد مش فارقة لا كده ولا كده، وبلاد بتبني. لو بصيت على الأديان اللي في العالم هتلاقيها 3 أنواع. هتلاقي ديانات بتعمل إيه؟ بتهدم، وديانات تانية، وهتلاقي حاجة واحدة هي اللي بتعمل إيه؟ بتبني. انت هتاخد انهي قرار في حياتك الروحيه؟ في ناس حياتها بتتهدم الروحيه، في ناس يعني لا كده ولا كده، وفي ناس بتعمل ايه في حياتها الروحيه؟ بتبني. هتاخد انهي قرار؟ ربنا هيحط في سكتك شخصيات صعبه في الشغل، ممكن في البيت، ممكن شخصيات صعبه في الكنيسه، ممكن. هتاخد انهي قرار؟ قرار ان انت هتهدمهم اكتر وتكسرهم اكتر، ولا قرار ان انت مش هتفرق معاهم وتحاول يعني تتجنبهم، ولا قرار ان انت تعمل ايه؟ تعمل البنى. ده كان الاصحاح الاول. شعب اسرائيل خدوا انهي قرار؟ يبنوا. قالوا لا، هلما نبني اورشليم ولا نكون بعد عار، هنبني. ده القرار اللي اخدوه وشدوا حيلهم. وفعلا ربنا نبه، كان في 3 شخصيات اساسيه في الفتره دي. الوالي اللي كان بيحكم المجموعه دي اللي رجعت اسمه زروبابل، الكاهن العظيم رئيس كهنتهم كان اسمه يهوشع، وحجي النبي. الشعب قال لك لا مش هينفع كده هو. والشعب بيحب بيت ربنا قوي. شوف امبارح الناس اللي ماتوا في الخصوص ماتوا ليه؟ على فكره ما فيش حاجه ده في اي حته تانية، الناس لما لقوا ضربه في حته يبعدوا، لكن الناس بيحبوا بيت ربنا. اول ما لقوا فيه خوف على الكنيسه الناس كلها جمعت، عاد خدوا الرصاص في صدرهم. فموضوع البنى ده ناس كتيره بتاخده، وانا متاكد ان كلنا عندنا الرغبه دي. لا ما ينفعش ما نبنيش. وعلى فكرة شعبنا القبطي الطيب ده مجرد ما يتحط في محنة تبص تلاقي كله يشد حيله ويبني أكتر. فشعب إسرائيل عمل نفس الحكاية، قال لك لا ما ينفعش، بدل ربنا صعبان عليه مننا، احنا غلطنا، احنا فعلا 15 سنة كل واحد ركز مع بيته ومع أهله، وده مش غلط، بس الغلط ان نركز معهم وننسى ربنا. هلما نبني أورشليم. فخدوا قرار البنى. جاست ان هم خدوا قرار البنى، القرار ده متعب ومكلف. وزي ما قلت لكم قبل كده، ممكن الواحد ياخد قرار يا عم ريح دماغك وخلاص خلينا ارتاح. فعلا هترتاح، بس هترتاح راحة ايه؟ مزيفة ومؤقتة واخرتها تعب. لكن لو اخدت قرار التعب هتتعب، لكن هتبقى مبسوط والنهاية هتكون حلوة. تخيل مثلا ابو ام عندهم طفل،
لقوا ان عشان يعلموه ويربوه كويس ما دي مش حاجة بسيطة، عشان يبنوه شخصية هيتكلفوا فلوس واعصاب ومجهود. لو خدوا القرار ده هيعيشوا كل يوم تعبانين، بس لما الولد يكبر هيبقى ليهم سبب ايه؟ سبب فرح، سبب راح. لكن لو خدوا قرار لا يا عم خلينا هنا بقى نعيش لنفسنا وي وي واهملوا في حق الطفل، هيعيشوا راحة، بس راحة ايه؟ مزيفة وجاي بعديها تعب. الإصحاح الأولاني خدوا قرار البنى، وده اللي ربنا بيسأله، أنت هتاخد أنهي قرار؟ كل يوم الصبحية، كل يوم الصبحية بيتحط ليك على الترابيزة كده 3 ورقات، تبني بس هتتعب وتتكلف، ما تفرقش في اليوم أو تهدم اللي حواليك، هتاخد أنهي قرار؟ ده كان الإصحاح الأولاني. لما بني إسرائيل أخدوا القرار لأ هنبني، الطريق ما كانش مفروش بالورود، قبلوهم 3 أنواع من الحروب. اللي هياخد قرار يبني زوجته هيتحارب، اللي هياخد قرار يبني ولاده هيتحارب، اللي هياخد قرار يبني الكنيسة هيتحارب. ايه نوعية الحروب اللي ممكن تقابل الشخصية اللي هتاخد قرار البنى، هذا القرار الصعب المكلف المتعب المريح راحة حقيقية؟ اللي هياخد هذا القرار هيتعب ب3 أنواع من الحروب، هيتحارب 3 أنواع من الحروب. الحرب الأولى كانت حرب ايه لو تفتكروا؟ اليأس. ابتدوا الناس الكبار اللي شافوا الهيكل القديم، لما شافوا الشعب بيطلع الهيكل الجديد ابتدوا يأسوهم، ايه اللي بتعملوه ده؟ ده انتوا ما شفتوش الهيكل القديم اللي كان ذهب وفضة؟ وده اللي بيحصل. ربنا قال لهم ما تخافوش انا معاكم، بس اعمل اللي تقدر عليه، اعمل القليل وشوف انا هكمل معاك ازاي. اوعى تفتكر ان القليل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة، اوعى تفتكر كده، اوعى تسمع كلمات اليأس. ابني بيتك يا رب، تقول أبانا الذي كل يوم يا رب، تقول تقرأ آية في الإنجيل كل يوم، اعمل اللي تعمله. أنا أفتكر في مرة أنبا موسى أسقف الشباب حكالنا حكاية، واحد من الشباب الصغيرين دول شطار قوي في موضوع الإيميلز والتكست مسج والحاجات دي، فابتدى الشاب ده عاوز يخدم ربنا، هو ملوش في الكلمة والوعظ والخدمة فليه في موضوع الانترنت، فراح عمل ايه؟ كل ما يعرف يقابل واحد يقول له اديني رقم تليفونك او اديني رقم التكست مسج بتاعك ولا رقم الايميل بتاعك، وابتدى يعمل جروب، وخد عهد على نفسه كل يوم الصبح يبعت تكست مسج للجروب ده كله حطت فيه آية من الانجيل. شوف حاجة بسيطة جدا. بيحكي أنبا موسى بيقول انا في مرة من المرات كان في احد الاباء الكهنة، وأبونا ده تعب جدا 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 بالليل، يعني كان عنده قداس تاني يوم وتعب خالص بالليل، درجة كان على يعني خلاص داخل الإي آر يعني، فأبونا مش عاوز يلغي القداس لأنه لوحده، ففضل لغاية الساعة 4 الصبح يحاول يقول لا حقدر أقوم حقدر أقوم حقدر أقوم، والقداس الساعة 6، على الساعة 4 لقى نفسه إيه؟ مش هيقدر خالص، فبعت لأنبا موسى تكست مسج قال له سوري يا سيدنا مش هقدر، مش قادر أصلي لأن أنا تعبان جدا ومعلش هنضطر نلغي القداس. الساعة 4:30 الصبح الشاب ده بعت تكست للكل، وكان أبونا واحد منهم، كانت الآية إيه؟ الآية بتاعها إن أعددت نفسك لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب. دي الآية جاية بايلك، هي مش بايلك بقى. راح أبونا على طول بعت لأنبا موسى قالوا لا أنا نازل للقداس. فأقصد أقول إن في أعمال بسيطة إحنا بنفتكر إنها بسيطة، بس قصاد ربنا إيه؟ دي تبني الهيكل. ما تيأسش الحرب الأولى، ما تيأسش، ما تقارنش نفسك بمصر، ما تقارنش نفسك تقول انا حاجي مين زي قديسين الكنيسة، انا اجي ايه زي البابا كرولوس، انا اجي ايه زي انبا شنودة، معقولة؟ واحنا ساعات بنصدر لشعبنا فكرة ان القداسة صعبة، فكل واحد فينا لما يشوف مثلا بيقدموا حياة البابا شنودة او حياة البابا كرولوس او حياة القديسين، احنا بنقدمها بشكل الحقيقة مش واقعي، وكأن هؤلاء القديسين ما غلطوش، فالواحد لما بيقارن نفسه بيهم يقول انا عمري ما هبقى كده، برغم ده مش صح، كل واحد ليه اخطاء. قديس بطرس الرسول غلط ولا ما غلطش؟ داود النبي غلط ولا ما غلطش؟ القديس بولس الرسول غلط ولا ما غلطش؟ ها انا ذا بالاثام في الخطايا، كلنا خطاه، بس ما يمنعش ان احنا واحنا خطاه ممكن نكون كلنا ايه؟ قديسين. انت قديس العلي. فدي كانت الحرب الاولى، ان يأسك. عشان كده اللي عاوز يبني ما ييأسش، اللي عاوز يبني ارمي البذرة وتطلع وقت ما تطلع وتطلع زي ما تطلع. الحرب التانية كانت ايه؟ الحرب التانية كانت ان الهدف يتغير، هخليك تركز على البنى بس ما تبنيش صح.
تركز على البنى وما تبنيش صح. دي اللي خدناها المرة اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني نبتدي نهتم بالمبنى وننسى الجوهر. اديكم مثال، هو هدف بنى الهيكل ايه؟ الكنيسة دي الهدف الاساسي من بناها ايه؟ الشعب ولا ربنا؟ ايه رأيكم؟ ربنا، ان احنا نقابل ربنا. ربنا مش محتاج مكان يسكن فيه، لكن احنا اللي محتاجين. فالنهاردة الهيكل كان مبني اصلا عشان يبقى مكان لربنا، لما المسيح بنفسه دخله رفضوه. فاذا تحول الفكر من ان الهيكل بتاع ربنا ان الهيكل بقى ايه؟ بقى بتاعنا. عشان كده المسيح لما دخلوا لقاهم جوه الهيكل اللي هو بقى بتاعنا بيبيعوا بيشتروا بيعملوا تجارة، قال لهم بيتي بيت صلاة انتوا جعلتموه ايه؟ يعني ايه اللي حصل في الهدف؟ المبنى زي ما هو الهيكل اتبنى، بس ماشي هخليكوا تبنوه، بس بدل ما كان بيت صلاة هخليكوا تبنوه وتعملوه بيت ايه؟ بيت تجارة. اديكم مثال، الاكليل في الكنيسة هو سر حلول الروح القدس بين العروسين، هو ده الهدف. ساعات الاكليل بيتحول الى ايه؟ من سر الهي الى مظاهر. العروسه لابسه ايه والعريس لابس ايه والمعازيم ايه وهيعملوا ايه وجابوا بايه وعملوا بايه ومين اللي بيصور ومين اللي بيعمل. فالسر موجود، بس تحول من سر لوحده العريس والعروسه الى ايه؟ الى حاجه تانية. هكذا هتصلي هخليك تصلي، بس بدل ما بتصلي عشان تتوب هخليك تصلي علشان ممكن تفتخر بنفسك. الإنجيل بدل ما تقراه علشان تتوب ويغيرك ممكن تقراه عشان تجادل الناس أو عشان تبقى صاحب معرفة أو أو أو. فعشان كده هو خلي بالك، مش عشان بنيت يبقى ده صح، لازم البنى عينيك تبقى دايما عليه. دي كانت الحرب التانية، إن احنا هنغير فكرك، ودي مشكلة. أنا أفتكر كتير من المشاكل بتاع تربية الأولاد، ساعات الأب والأم في البيت يبقوا عنف على أولادهم، تخيلوا علشان إيه؟ عشان نفسهم. يقول لك ابني أنا يبقى كده وولاد أخواتي طالعين كذا، فهو المشكلة إن هو حس إن الضعف اللي في ابنه ده محسوب ليه هو، فده اللي تعبه، يقوم يعمل رياكشن على ابنه إن هو يضغط عليه أكتر. عشان كده هو مش كون إن إحنا عندنا كنيسة معناه إن أنا كده كويس، لا، الكنيسة هدفها إيه؟ مش كون ان انا فاتح الانجيل وبدرسه يبقى كويس، لا، الهدف ايه؟ مش كون ان انا ابتديت ابني يبقى الامور ماشيه ازاي. زي مثلا الجواز ده بناء بيت روحي، فممكن زوج وزوجه يتجوزوا، بس هل كل جواز الشكل الخارجي فيه زوج وزوجه وفيه اولاد وفيه بيت وفيه شقه؟ ده الشكل الخارجي، لكن هل ده كفايه ولا لازم جوه الشكل الخارجي ده يكون فيه ايه؟ في هدف، صح، انه ليس بعد اثنين بل صاروا ايه؟ صاروا واحد. ممكن تقعد مع زوج وزوجة متجوزين بقالهم عشرات السنين وتفاجأ انه بيتكلموا ان هم اتنين مش واحد، تفاجأ ان جيبهم جيبين مش واحد، حساباتهم في البنك اتنين مش واحد، طريقة تفكيرهم اتنين مش واحد. الشكل ما جمعه الله جمعه الله، لكن الواقع انه متجمعين تحت سقف بيت لكن هم مش متجمعين. عشان كده هو خلي بالك لما تكون بتبني دايما الهدف. قديس أرساني معلم أولاد الملوك كان حاطط قصاده كلمة كده جميلة في الآلية بتاعته، كان كل يوم يقول لنفسه إيه؟ مين عارف الكلمة دي؟ تذكر يا أرساني فيما خرجت لأجله. مش عشان أنت يا أرساني رحت البرية وقعدت فيها سنة واثنين وعشر وعشرين تنسى، لأ، أنت في هدف معمول لي، الهدف هو أن أنت خلاص نفسك. ممكن بعد واحد الواحد يبتدي يفكر ده الرهبان اللي حواليه بيعمله ودول بيعمله والزوار بيعمله وده بيعمل. تفكر يا أرساني فيما خرجت لأجله. دي كانت الحرب التانية، ودي زي ما قلت لحضراتكم احنا كشعب المسيح اكتر ناس بيتحاربوا بالحرب دي دلوقتي. الكنائس مليانة، اللي بيتناولوا كتير، اللي بيعترفوا كتير، اللي بيسمعوا عظات كتير. النهاردة تخش البيوت في قناة واثنين وعشرة فضائية، السيديهات كل الكلمة تقولها يقولك أنا سمعت دي من أبونا فلان وأنبا فلان. المعرفة زادت، البيوت مبنية بالروح، لكن السؤال هل فعلا القلوب والبيوت ماشية بما يرضي ربنا ولا لا؟ هو ده السؤال. تعالوا ناخد بقى مع بعض الحرب التانية ونأمل إن احنا نخلص الحرب التانية. أستأذنكم نجيب نيكست بعد، يعني ممكن نجيب بعد كده من الآية اللي هي أيوة بالضبط كده.
نهاية الكلام بتاعت الحرب الأولى لما الشعب ابتدى ييأس، ربنا قال لهم ما تخافوش، اعملوا اللي تقدروا عليه، وأنا أوعدكم إن الهيكل اللي هتبنوه ده هيبقى أحسن من هيكل سليمان اللي كان بالذهب والفضة. الهيكل الثاني ده اللي اسمه هيكل زروبابل، على فكرة هيكل اليهود اتبنى 3 مرات عشان تبقوا عارفين النقطة دي، واللي هيتبني أو هم بيفكروا دلوقتي يعملوا المرة الرابعة. الهيكل الأولاني مين اللي بناه؟ سليمان. الهيكل الثاني مين اللي بناه؟ زروبابل اللي بناخده دلوقتي. وبعدين قبل المسيح له المجد بحوالي 46 سنة جه هيرودس الكبير وابتدى يبني الهيكل ويجدده، اللي هو الهيكل الثالث اللي اسمه هيكل هيرودس، ده اللي المسيح دخله وقال لهم لا ينقض فيه، لا يترك فيه حجر على حجر الا وينقض. فالمسيح له المجد دي نهاية الكلام الأول، حسب الكلام اللي عدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا، هكذا قال رب الجنود، هي مرة بعد قليل سأزلزل السماء والأرض والبحر واليابسة، وزلزل الأمم ويأتي مشتهى الأمم فأملأ البيت مجدا قال رب الجنود. البيت الثاني هيتملي بالمجد، وأنا بنفسي حجيه وأنا اللي حملها بركة، ما تقلقش، اعمل بس اللي تقدر عليه، وما تخافش وما تيأسش وما تستصغرش اللي بتعمله، ما تستصغرش اللي بيعمله، وما تسلمش نفسك لكلمات اليأس. لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود. انت فاكر ان الفضة والذهب اللي بيجيبه اللي بيجيب رب الجنود، اللي بيبعت رب الجنود. عايز احكي لكم حكاية جميلة على الموضوع ده. مجد هذا البيت الاخير اللي بيتبني ده سيكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود. في هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود. دي الحرب الاولى، حرب اليأس، اللي هياخد قرار البناء هيتيأس، لكن كمل ما تيأسش واتكل على الوعد، مجد البيت الأخير سيكون أعظم من مجد البيت الأول. الحرب الثانية اللي خدناها برضو المرة اللي فاتت ناخدها بسرعة. في 24 من الشهر التاسع بعد حوالي 2 شهر من ما ابتدوا يبنوا، ابتدى ناس تقول الحمد لله احنا بنبني والأمور شغالة كويس، مش شرط قلبنا يبقى نقي قوي، يعني الحمد لله احنا أحسن من الأول، يعني احنا كنا فين وبقينا فين. ربنا قال لهم لا، انا عايز 100%، ما ينفعش معايا حتى 99%. في 24 في الشهر التاسع من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا، قال رب الجنود، دي اللي خدناها المرة اللي فاتت، اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا. ربنا لهم بيبنوا وبيبنوا دي ودي، يعني بالمثل اللي طالع دلوقتي يقول لك ايه، ساعة لقلبك وساعة ايه الاثنين مع بعض، تبص تلاقي الكمبيوتر عليه سيطات حلوة وسيطات مش قد كده، القنوات الفضائية فيه دي والاثنين موجودين مع بعض، البيت فيه الصلاة وفيه حاجات تانية، قلبي فيه ربنا وفيه حاجات تانية، الاثنين مع بعض. فربنا قال لهم لا، ما ينفعش الكلام ده. فأدلهم مثال، ايه المثال؟ بيقول لهم إن اسألوا لي الكهنة، ان حمل انسان لحم مقدس في طرف توبه ومس بطرفه خبز أو طبيخ أو خمر أو زيت أو طعام ما، فهل يتقدس؟ أجاب الكهنة وقالوا لا. لو أنا دلوقتي كان في أطعمة مقدسة في العهد القديم وفي ناس مقدسين، لو أنا إنسان مقدس ومعايا لمست حاجة مش مقدسة أنقل القداسة، القداسة تتنقل؟ قال له لا، ما تتنقلش. طيب السؤال الثاني، قال حج، طب إن كان منجس بميت، طب لو واحد بقى عنده نجاسة، نجاسة دي عكس القداسة، وخدنا المرة اللي فاتت ان هي كانت بتتنقل بكذا حاجة، يعني طب لو واحد منجس مس شيء يتنجس؟ اجاب الكهنة ايه؟ يتنجس. تاني، يعني لو عندي خبز، الخبز ده واحد قديس لمسه، الخبز ده يبقى مقدس؟ لا. طب لو واحد مش قديس لمسه ينجسه؟ ينجسه. اذن اللي بيتنقل ايه، القداسة ولا الخطية؟ خطيئة. وقلنا المثل المرة اللي فاتت، هات واحد عيان وواحد سليم، ده بيزور ده، مين اللي يعدي التاني؟ الغريب ان عمر السليم ما يعدي، ما يصحح العيان، لكن العيان اللي يتنقل الصحة ولا المرض؟ المرض. المرض. اقول لكم نكتة. مرة كان في واحد عنده بغبغان، وكان الراجل ده يعني بيقول لزوجته كلمات مش كويس، فالبغبغان اتعلم يقول نفس الكلام ده. فالزوجة راحت لابونا قالت لابونا ما ينفعش الكلام ده، يعني حتى البغبغان، طب هو الراجل ماشي لكن البغبغان كمان. قال لها ما تقلقيش يا بنتي، انا عندي بغبغان محفظه التسبيح، هجيبه يقعد مع البغبغان عندكم يزبط له الامور.
حطوا الاثنين بغبغانين مع بعض. جت بعد اسبوع قالت له الحقني يا ابونا، الاقي قالت له البغبغان بتاعنا يشتم والتاني يقول له كريا ليسو. فيظهر فعلا النجاسه اللي بتتنقل مش ايه، مش خلي بالك لو في اصحابك واحد كده ولا كده، خلي بالك مش انت اللي هتغيره، احذر ليكون هو اللي ايه، النجاسه هي اللي بتتنقل مش القداسه، خلي بالك من دي. اجاب حجي وقال اهو انتوا بتعملوا كده، هكذا هذا الشعب، هكذا هذه الامه، قدامي يقول الرب كل عمل ايديهم وما يقربونه هو نجس، لان انتوا قلبكم مش طاهر، كل حاجه بتقدموها انا بعتبرها مش طاهر، لان اتنقلت خطاياكم اللي انتوا بتقدموه. انا مش ببص على جيبك، انا ببص على قلبك. لو انت بتقدم دولار وقلبك حلو انا اشوفه قد كده، ولو بتقدم لي 100,000 دولار وانت قلبك مش حلو مش هقدر اقبلهم. الان اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجع قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. قبل ما تحط حجاره في بيت ربنا بص قلبك بيحط الحجاره دي ليه. قبل ما تصلي، مش معنى كده ما صليش، لا تصلي بس تقول انا بصلي ليه. حد عشور ادي بس ادي ليه. هخدم اخدم بس بتخدم ليه. لألا تعمل خدمة والخدمة تبعدك عن ربنا، لألا تقدم عشور والعشور دي اللي تبعدك عن ربنا. اجعل قلبك، اجعل، شوف الكلمة، اجعل قلبك على طرق قبل وضع حجر على حجر في بيت الرب. وربنا بيشخص لهم الحالة، بيقول لهم ايه، منذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرمة 20 فكانت 10، أتى إلى حوض المعصرة ليغرف 50 فورة فكانت 20. أنت عامل جرن في الغيط، الجرن ده المفروض بتخزن فيه 20 أرداب، وانت مخزن 20، تيجي تفتح عليهم تلاقوا ال20 بقوا ايه، 10، يعني البركة حصل فيها ايه، قلت. تروح على المعصرة بتاعت الخمرة اللي محوش فيها الخمر، انت محوش 50 برميل، تخش تجيب ال50 تلاقوهم بقوا كام، بقوا 20. اذا انت بتحوش كتير، لكن ايه اللي بيحصل، زي ما قال لهم المرة اللي فاتت كيس منقوب، يعني انت بتشتغل كتير لكن تيجي مع نفسك تقول لا انا بقالي كتير هنا، طب ايه اللي حصل ده، انا أكن الفلوس بتتبخر، أكن الصحة بتتبخر، حد يقول إن أنا بقالي 20 سنة هنا ولا 30 سنة، حد يقول إن أنا شعري بيض، العمر حصل في إيه؟ اتبخر. ليه؟ لأن أنت ما رتبتش الأمور صح. قد ضربتكم باللفح واليرقان والبرد، اللفح اللي هو الحرارة العالية، اليرقان ده نوع من أنواع كده الحشرات اللي بتاكل الحاجات دي، والبرد في كل عمل أيديكم وما رجعتم إلي يقول الرب. ما فيش بركة عندك، وأنا حبيت أنبهك بالحاجات دي عشان تراجع نفسك. اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا، من اليوم 24 من الشهر 9، من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم. ما تقولش إن أنا ماشي مع ربنا بطريقة معينة وكفاية، لا، لازم الواحد يحط قلبه على طريقه، أنا اللي بعمله ده صح ولا غلط. في واحدة من قديسين الكنيسة الجميلة كانت تقول إيه؟ اسمها القديسة سارة، تقول أنا ما حطش رجلي على درجة السلم وأنا طالعة رجل الشمال ولسه حنقل اليمين إلا لما أفكر نفسي إن ممكن دي تكون آخر خطوة لي، أحط اليمين قبل ما أطلع الشمال أفكر نفسي إن دي ممكن تكون إيه؟ آخر خطوة. اجعلوا قلبكم على طرقكم يقول الرب. في الشهر هل البذر في الأهراء بعد والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك. مش أنت شايف أن الدنيا قليلة معاك، دي كانت عشان أنت مش ماشي بالتوبة، لكن يوم لما تمشي بالتوبة حتى لو اللي عندك قليل هيتبارك فيه. والكلمة دي أنا سمعتها من ناس كتير أوي، قولي أنا الدخل بتاعي ما بيزيدش بس في بركة، إزاي؟ ما عرفش. واحد جالي الأسبوع من كم أسبوع كده، يعني انا ده مش اعتراف انا بقوله، بس انا استاذنت قلت له بعد اذنك انا هقول الموضوع ده، لانه هو ده مش اعتراف لكن قصه ومن غير اسماء بتبقى للتعليم والقصص دي بتفيد. فجي قعد معايا وقال لي، قال لي انا عاوز ادي عشور الوقت وعشور المال، بس انا فعلا ما عنديش، احسبها بالورق القلم، بص المورجج، بص البيلز عليا مش عارف ايه، ومصر عليا كذا وعيلتي. قلت له طب يعني ايه، انت شايف ايه الموضوع؟ قال لي مش قادر ادي عشور، فانا عاوزك تديني حل ان انا ما اديش العشور، ادي العشور لاسرتي في مصر. قلت له انا لو عليا انا اديك الحل، يعني انا فعلا شايفها كده بس ما اقدرش. قال لي ليه؟ قلت له ايه رايك تعالى نجرب 2-3 شهر تطلع العشور بتاعتك فعلا وبزياده لربنا، وبعد كده فكر في الباقي. قال لي مش هينفع. قلت له انا بقول لك لو ده كلامي
بس ده اللي ربنا قاله. شوف ويعني وجرب، وهوعدك ان لو الامور ما اتظبطتش ممكن نفكر مع بعض تفكير تاني. فوجئت بيه جالي الاسبوع اللي فات قال لي انا ربنا كسفني. قلت له ازاي؟ قال لي تخيل اول ما عملت كده وفوجئت، كان في الشغل علاوه بقالها سنين ما جاتش، فوجئت ان انا جاتلي وبقيت اعلى واحد، وجي مبلغ قد اللي انا عايزه مضروب في 3-4 ومش عارف حصل ايه والساعه بتاعتي. قلت له ما هو ده اللي المسيح قاله، بس انا مش الكلام ده بقوله لك بيزنس اعمل كده عشان ربنا يديني. انت اعمل كده مش عشان ربنا يدي، لان ممكن ما يديش، بس انت اعمل كده علشان ايه؟ تكون امين تجاهه وشوف ايه اللي هيحصل. القليل ساعات ربنا بيباركنا بنوعين، يدي كتير ممكن، وساعات يدي قليل، بس هتفاجئ ان القليل ده كفى. ازاي؟ ما نعرفش. كنت فتى قد شخت، لم ارى صديقا تخل عنه ولا ذريه ليه تلتمس خبز. شوف اليوم بتاعك تلاقي اليوم فوق بعضيه، ده انت عاوز 10-12 ساعه زياده عشان تخلص الوراق. الاسبوع عايزين له يومين ثلاثه عشان نخلص الحاجات اللي ورانا. لكن يوم لما تاخد قرار لا، عشور الاسبوع الوقت انا هخدمهم وهشوف، شوف اللي هيحصل في الباقي ايه. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ هل البذر في الاهراء انت ما عندكش وقت وما عندكش فلوس وما عندكش صحه وما عندكش مجهود وما عندكش خلق وما عندكش طولة بال وفي حاجات كتيرة ما تعرفهاش في الخدمة؟ أنا عارف إن ما عندكش ده كله، بس عارف يوم لما هتبتدي تدي لم يحمل بعد من هذا اليوم سأبارك. الخمس خبزات هيشبعوا. إزاي؟ ما نعرفش. اسمها إيه دي بقى؟ البركة، بركة ربنا. الحرب الثالثة والأخيرة، صارت كلمة الرب ثانية إلى حجي. يبقى الحرب الأولى اليأس، حيأسوك ما تيأسش، اعمل القليل وما تخافش. القليل اللي انت هتقدمه ده في عينين ربنا قد كده هو. الحاجة التانية، الهدف هيتهز. حاول كل يوم تظبط الهدف. الهدف ايه؟ انا جاي الكنيسة ليه؟ انا عاوز ايه؟ انا علاقتي مع ربنا هدفها ايه؟ لاحظ نفسك كل يوم، لاحظ نفسك كل يوم. الحرب التالتة بقى هي حرب ايه؟ الشك. عديت من الحرب الاولى ماشي، عديت من الحرب الثانيه، تبص تلاقي الواحد يشك بقى. نحاربك بالشك. ايه الشك؟ الواحد اول ما يتعرض لتجربه يقول هو ربنا زعلان مني، هو ربنا بيعمل فيا، هو ربنا، يشك في كل محبه ربنا وينسى كل الخير اللي ربنا عامله، ويبقى علاقته مع ربنا علاقه ايه؟ مهزوزه. اي موقف يحصل تلاقيه يشك في نفسه ويشك في ربنا. ده الحرب الثالثه. صارت كلمة الرب تانية إلى حجي في 24 من الشهر قائلا، كلم زروبابل والي يهوذا قائلا، إني أزلزل السماء والأرض، أقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم، أقلب المركبات والراكبين فيها، وينحط الخيل وراكبوها كل منهما بسيف مين؟ لا أنا عايزكم تقروا الآية دي بقى قوي، لأن دي هتحصل وأنا بقولها لكم من دلوقتي، مش أنا اللي بقولها يعني، عشان اقروا الآية دي عشان ما تخافوش على مصر. اقروها تاني بالراحة عشان أنا مش هفسرها. بالراحة. كلم زروبابل، ابعت لبتوع مصر قريبك وقول لنفسك، عشان أنت مقضي طول النهار قصاد النت. إيه اللي بيحصل؟ حرقوا إيه؟ ضربوا مين؟ والضغط بيعلى والسكر بيعلى، كل حاجة بتعلى. طب اهدى مع ربنا، ما عنديش وقت مشدود. شوف اللي هيحصل إيه. كلم زروبابل والي يهوذا، قل له أنا أزلزل السماء والأرض وأقلب كرسي الممالك، أقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم، وأقلب المركبات والراكبين عليها. الخيل اللي انتوا شايفينهم بيجروا بيرمحوا سينحط. الخيل سينحط. طب والراكبين عليها حيموتوا؟ كل واحد حيموت بإيه؟ مش بيكو، بسيف أخوه. وصلت؟ بس في ذلك اليوم، بس انتوا توبوا. هي دي التكة دي مش هتحصل غير لما مش هم يتوبوا، مش بتوع مصر اللي يتوبوا. مين اللي يتوب؟ أنا. انت مفتاح الفرج لمصر، انت مفتاح الفرج للعالم. انت أنا. لو أنا توبت شعب إسرائيل يغلب، ولو أنا خنت الله ربنا يبعد، يقولك في وسطك حرام. إذن هدف السفر، عايز مصر تتصلح، عايز أمريكا تتصلح، عايز العالم كله يتصلح، البداية فين؟ شوف اللي بيحصل بقى. في ذلك اليوم يقول رب الجنود، أخدك لما تتوب بقى، أخدك يا زروبابل عبدي ابن شلتئيل، يقول الرب،
أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود. ما تشكش، ما تقولش ربنا ما يعملش، ما تقولش أصل ده كان في العهد القديم، ما تقولش أصل ربنا عمل كده مع أبائنا لكن أنا ما يعملش معايا. ليه؟ أصل أنا خاطي، أنت ابن ربنا. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاه إلى التوبة، أنا جاي علشانك أنت. ما تقولش أصل ما فيش أمل، ما تقولش أصل أنا جربت وما عرفتش، ما تقولش أصل أنا واضح أن ربنا سابني. جاي واحد امبارح بندردش مع بعض فبيقول لي انا خايف ان ربنا ياخدني في مره وانا غفلان علشان يعاقبني بخطاياي. قلت له اللي يسال السؤال ده يبقى لسه ما عرفش مين، ما عرفش ربنا. ربنا ما يعملش كده ابدا، يعمل العكس. ربنا يطول باله يطول باله لغايه ما واحد ويقول كده ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فهو. يا زربابل انا اخترتك جعلتك خاتم في يدي يقول رب الجنود. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي. كده يبقى نشكر المسيح خلص.